رئيس الوزراء يوجه باستمرار التنسيق مع البرلمان وتحقيق التواصل الفاعل مع نوابه. وزراء الخارجية العرب يتبنون مشروع قرار فلسطيني بشأن القدس ويؤكدون دعم المجتمع الدولي للقضية. دمشق تصف التدخل التركي في عفرين بالاحتلال وتؤكد أنه سيتم التعامل معه على هذا الأساس. من أونلاين جولة إخبارية جديدة، أهلا بكم. رحب أعضاء مجلس الوزراء برئيس الحكومة شريف إسماعيل في أول اجتماع يرأسه عقب عودته لمباشرة مهام عمله، وأعرب إسماعيل عن امتنانه الكبير لهذه اللفتة الطيبة، متوجها بالشكر وبالتقدير الخاص إلى القائم بأعماله خلال الفترة الماضية مصطفى مدبولي، مؤكدا أن نجاح الحكومة يكون نابعا من الجهد الجماعي والدؤوب والعمل المتصل لتحقيق تطلعات الوطن والمواطن. وخلال اجتماع الحكومة وجه إسماعيل أعضاء الحكومة باستمرار التنسيق القائم مع مجلس النواب وتحقيق التواصل الفاعل مع نوابه، وأشدد على ضرورة تواجد الوزراء في الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية للرد على ما يثار وتوضيح الحقائق بكل شفافية، فضلا عن شرح مشروعات القوانين المعروضة على مجلس النواب. هذا وبحث الاجتماع عددا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية ومشروعات القوانين التي تعمل عليها الحكومة. قال وزير التربية والتعليم طارق شوقي لأونلايف، قال إن مجلس الوزراء أقر زيادة المنحة الأمريكية المقدمة لمصر ب 13 مليون دولار، وذلك إيمانا من الجانب الأمريكي بأن الرؤية المصرية للاهتمام بالأطفال جيدة جدا. المنحة الأمريكية اللي وافق عليها مجلس الوزراء النهاردة هو تعديل في المنحة بزيادة 13 مليون دولار عن اللي كان متفق عليه، وده إيمانا من الجانب الأمريكي بأن الرؤية اللي مصر حطاها للاهتمام بالأطفال جيدة جدا، وبالتالي زودوا الدعم ليها، كما هو الحال كمان في البنك الدولي اللي بيدعم نفس الاتجاه واليابان طبعا. فكلهم مؤمنين بأنه الاختيار المصري للاهتمام بالأطفال من قبل التعليم الأساسي، من أول مرحلة رياض الأطفال وإحنا ماشيين، هو الاستثمار الأمثل لبناء إنسان مصري جديد الحقيقة. فده المشروع الأكبر عندنا. أعلن وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار في تصريحات خاصة لأونلايف عن بدء الحكومة في إنشاء الجامعات التكنولوجية في 3 محافظات، مشيرا إلى موافقة الحكومة على بروتوكول تعاون مع الجانب الصيني لتأهيل الطلاب للعمل في المشروعات القومية بمنطقة قناة السويس. 8 جامعات التكنولوجية المتخطط ليهم في خلال 5 سنوات القادمة، بدأنا بالفعل في 3 منهم، واحدة في القاهرة الجديدة، واحدة في أويسنا، واحدة في منطقة بني سويف. العمل بدأ بالفعل، متوقع ان احنا نبدأ خلال العام الدراسي القادم نقبل في بعض منهم طلاب. القصد منها ان انا اخد الطلاب بتوع الثانوية العامة، اشجعهم لهذا النوع من انواع التعليم، اخد الطلاب بتاع الدبلومات الفنية او الثانوية الفنية بنظام 3 سنوات او 5 سنوات، وخليهم يكملوا اللي هم اتعلموه فنيا في هذه الكليات. هخرجهم ببكالوريوس، يعني اذا هو هيتخرج معاه بكالوريوس العلوم التكنولوجية يستطيع انه يعمل دراسات عليا. اما اللي احنا اخذنا بيه موافقة في مجلس الوزراء النهاردة فهو نموذج رائع جدا، لان تعاون ما بين معهد بكين للتكنولوجيا التطبيقية وما بين مؤسسة مصر الخير وما بين جامعة قناة السويس، التلاتة اجتمعوا ببروتوكول تعاون يتيح ان احنا نقبل طلاب من خلال السنة الجاية ان شاء الله في هذه التخصصات الهامة جدا. لفين بقى المشاريع القومية في منطقة قناة السويس اللي هي فيها استثمارات صينية كبيرة جدا، فاحنا بنأهل طلاب يبقى عندهم فرصة عمل، مش بنضيف طلاب يخشوا على طابور البطالة في المرحلة القادمة ان شاء الله. فيما يتعلق بحادث سقوط مصعد مستشفى بنها الجامعي، قال عبد الغفار انه تم تحويل المسؤولين عن الحادث الى التحقيق، وقال انه سيتم التعامل مع هذا الملف بكل حزم.
احنا جماعة بنها بنتعامل مع الموضوع بكل حزم وبكل دقة. انا انتقلت لمكان الحادث، شفت بنفسي المشاكل فين، حولت التحقيق كل الادارة الهندسية المسؤولة في المستشفيات. احنا طلعنا على رأس وفد من ناس متخصصين عشان يكتبوا تقارير، سواء من الهيئة الهندسية او سواء من كلية الهندسة جامعة شبرا، منتظرين التقرير. لكن انا بقول لك التقرير مبدئيا هناك تقصير شديد جدا، هناك ناس سوف يتم محاسبتهم حساب شديد. يعني احنا كدولة لا نتوانى، احنا طبعا عندنا مشكلة في ثقافة الصيانة بصفة عامة، ولكن احنا لازم نبتدي ناخد بالنا من الحاجات اللي هي بتؤثر على ارواح المواطنين والاهمال، وسيحاسب كل من اخطأ او كل من اهمل في حق عمله. أكد وزير التنمية المحلية أبو بكر الجندي لأونلايف، أكد أن المحافظين ليسوا في حاجة لتوجيه وأن لديهم الخططهم للعمل في محافظاتهم، مشيرا إلى أن الحكومة قررت تثبيت الموعد الدوري لاجتماع المحافظين للتسهيل عليهم في عرض مشاكلهم وخططهم لمحافظاتهم، ليكون موعد الاجتماع الخميس الأخير من كل شهر. السادة المحافظين مش محتاجين توجيهات، الحقيقة كل واحد عنده خطته، واحنا كل واحد عارف مهامه. كل اللي احنا بنعمله دلوقتي بنوحد الجهود بين الوزارة والمحافظين بشكل اكبر. المقترح اللي قلناه النهاردة علشان يبقى في اجتماع موقع ثابت لاجتماع المحافظين، ده مكسب كبير جدا للحكومة وللمحافظين. كل محافظ هيبقى عارف الميعاد، عنده حاجة عايز يعرضها في المجلس، عايز يحيط المجلس بشيء، عايز يحيط أحد السادة الوزراء. السادة الوزراء أيضا عايزين يعمموا فكرة معينة، عايزين يركزوا على حاجة معينة، عايزين يستفسروا عن حاجة معينة. الموعد هيبقى ثابت، هيتم إعداد جدول الأعمال بشكل منتظم ودقيق، بحيث إن احنا نخرج من هذا الاجتماع بأكبر مكاسب ممكنة إن شاء الله. أكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل خلال مشاركته باجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي أن الاستثمارات السعودية في مصر تزيد عن 6 مليارات دولار، مشددا على أن الاستثمار يعتمد بشكل كبير على البنية الأساسية التي عملت الدولة عليها خلال الفترة الماضية. الاستثمار صعب يقوم وفي مشاكل في البنية التحتية. احنا في خلال العامين ونص الماضيين البرنامج اللي حصل زي ممكن بقول ممكن ما حصلش في دول كثيرة في العالم، سواء استواء قناة السويس، سواء بناء كل البنية التحتية الخاصة بمحور تنمية قناة السويس من للصناعة وللوجستيات، تم الانتهاء من حوالي 5000 كيلو متر من الطرق، الغالبية يمكن خارج القاهرة وده بيربط كل أنحاء مصر. تم زيادة الطاقة الكهربية بحوالي 50% من تاريخ ما تم عمله في مصر في خلال الفترة الماضية. فالحمد لله النهاردة الصناعة ما فيش ولا حتى الاستهلاك المنزلي بيشوف في أي نقص، بل بالعكس قريبا جدا هيكون عندنا فائض لتصدير هذه الطاقة من خلال الربط الكهربائي، وفي مشروع يجري دراسته كربط كهربائي ما بين مصر والسعودية. مستمر، نلقاكم بعد لحظات. أهلا بكم من جديد. اجتماع ثان لوزراء الخارجية العرب لمناقشة قضية القدس بعد اجتماع ديسمبر الماضي، ليظل مجلس الوزراء منعقدا في حالة طوارئ لمواجهة القرار الأمريكي. تزامنا مع ذلك، لا تزال اللجنة العربية السداسية في حالة انعقاد مستمر، وذلك لبحث سبل التحرك دوليا ضد قرار ترامب بشأن القدس. لم تخمد النيران التي أشعلها القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، فأصدقه ما زالت تدوي داخل أروقة جامعة الدول العربية رافضة له ولا أي آثار تترتب عليه. وللمرة الثانية عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا بناء على قرار سابق للمجلس في دورة غير العادية في 9 ديسمبر الماضي بإبقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد. الاجتماع العربي المستأنف بحث خطة التعامل مع التداعيات السلبية لقرار ترامب، والذي جاء مجهدا للتحركات العربية والدولية لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، وهو ما أكده أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة بأن الاجتماع يجدد الالتزام العربي بالحفاظ على زخم الحملة السياسية والدبلوماسية والإعلامية المناهضة للقرار الأمريكي الباطل والمرفوض. والتئام شملنا اليوم بعد أسابيع قليلة من اجتماعنا السابق هو رسالة أظن أنها ستصل لمن يهمه الأمر
من المناوئين للمواقف العربية قبل الداعمين والأصدقاء، بأننا نقف صفا واحدا متراصا في مواجهة أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية أو الافتئات عليها أو تمييعها عبر المصادرة المسبقة على قضايا الحل النهائي. وعلى خلاف أسلافه بالبيت الأبيض، فقد سلك ترامب منحنى آخر في التعامل مع القضية الفلسطينية، حيث أصبح يكيل كل يوم الأزمات تلو الأخرى. فالخطوة الأمريكية الأخيرة بتجميد جزء من مساهمتها المالية في ميزانية وكالة الأونروا تمثل تراجعا عن الوفاء بالتزام أخلاقي أصيل من جانب أحد المانحين الدوليين الرئيسيين في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين. وأونروا أيضا هي قضية حياتية مرتبطة بحصول ملايين اللاجئين الفلسطينيين على حقهم في التعليم وحقهم في الخدمات الصحية وحقهم في الحياة الكريمة. أكدنا ضرورة استمرار توفير الدعم اللازم لأونروا، أكدنا ضرورة بذل جهد منا نحن أيضا كعرب بتحمل مسؤولياتنا تجاه أونروا، بنفس الوقت الذي نطلب فيه من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته. البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية أكد سعي الدول العربية للحصول على دعم دولي للاعتراف بدولة فلسطين والعمل مع الشركاء الدوليين لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وإحلال السلام بالشرق الأوسط. لم يعد بالإمكان على الإطلاق القبول بالعودة إلى ما كان عليه الوضع من حيث حصريا أن تكون رعاية عملية السلام بيد الإدارة الأمريكية، هذا انتهى، أصبح من الماضي، وأن هناك توافق دولي حول البحث عن آلية دولية متعددة الأطراف من أجل العمل على تحديد تلك المرجعية للعودة إلى العملية السياسية وفق قرارات الأمم المتحدة ووفق المبادئ الشرعية الدولية وفي العودة دائما إلى الأمم المتحدة كونها هي المرجعية ذات الاختصاص في هذا الموضوع. القرارات الأمريكية الجائرة والمتتالية في حق الشعب الفلسطيني والعربي على حد سواء لن تجد لنفسها سبيلا في النهاية غير أن الولايات المتحدة تزيد من عزلتها عن العالم، لأن الثوابت التاريخية لن يلغيها أو يغيرها اعتراف الرئيس الأمريكي أو حتى العالم بأسره. وفي الشأن الفلسطيني أيضا، استقبل وزير الخارجية سامح شكري المفوض العام للأونروا بيير كريمبول وبحث اللقاء مستجدات أوضاع اللاجئين الفلسطينيين. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد إلى أن المفوض العام للأونروا أعرب عن تقديره العميق للاهتمام الذي توليه مصر للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون. من جانبه أكد شكري على حرص مصر على التحرك على مختلف الأصعدة وتنسيق الجهود والمواقف مع الأطراف الإقليمية والدولية المانحة كافة من أجل تنفيذ المشروعات التنموية وتقديم أشكال الدعم المختلفة. هذا وأضاف أبو زيد أن الأونروا بصدد البحث عن بدائل تمويلية أخرى لسد الفجوة التمويلية التي تواجهها. اجتماع اليوم اجتماع مهم طبعا، لانه بياتي في وضع او في وضعيه بتواجه به فيه الأونروا وهي وكاله غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مصاعب ماليه حاده، وبالتالي مصر باعتبارها الرئيس اللجنه الاستشاريه للأونروا بتطلع بدور مهم في جذب الموارد الماليه ومخاطبه المانحين الدوليين للوفاء بالتزاماتهم تجاه الوكاله. كما نرى الاجتماع بيعقد بعد يوم واحد من اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية في بروكسل أمس، وقبل ربما ساعة من انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم لمناقشة أو متابعة موضوع القدس والتداعيات القرار الخاص بالقدس. وبالتالي يجب أن ينظر إلى هذه الاجتماعات باعتبارها اجتماعات مرتبطة مع بعضها البعض، كلها بتصب في عملية دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على المرجعيات الخاصة بالقضية الفلسطينية. الاجتماع اليوم تحدث فيه الرئيس الأونروا أو المفوض العام للأونروا بالتفصيل عن التحديات المالية التي تواجه الوكالة، خاصة أنها بتطلع بدور إنساني كبير لرعاية الطلبة الفلسطينيين وفي المدارس الفلسطينية في قطاع غزة. هو بالتأكيد سوف يتحدث المفوض العام أمام مجلس وزراء الخارجية العرب اليوم عن أهمية
توفير الدعم المالي المطلوب للوكالة، التأكيد على الالتزامات العربية في هذا الشأن. هناك التزامات من قبل جامعة الدول العربية بتمويل الوكالة وتوفير قدر معين من التمويل للوكالة وأنشطة الوكالة، فسوف يكون هذا بالطبع أحد المكونات الرئيسية لمناقشات مجلس وزراء الخارجية العربي اليوم. ليس بالضرورة أن يكون هناك زيادة من جانب الدول العربية، ولكن هناك نقاش كبير حول أهمية توسيع قاعدة الدول والجهات الممولة لأنشطة الأونروا. هناك ممولون جدد، هناك مانحين جدد يجب أن يشتركوا في هذا الجهد. تحدث حتى اليوم المفوض العام للأونروا عن أهمية الإطار المتعدد الأطراف، بمعنى أن هناك التزام دولي بدعم الأونروا. هناك لا ننسى أن الولاية التي تطلع بها الأونروا هي مستمدة من قرار من جمعية العامة الأمم المتحدة، وبالتالي هناك التزام دولي بدعم أنشطة الأونروا ودعم الخدمات المختلفة للاجئين الفلسطينيين. وبالتالي هناك نقاش يدور حاليا حول كيفية توسيع قاعدة الدول المانحة، وأيضا البحث عن وسائل وسبل غير تقليدية لدعم. بيأتي للمتابعة لمتابعة الاجتماع الأول الذي عقد منذ أكثر من شهر عقب صدور القرار الأمريكي الخاص بنقل أو بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأيضا عقب اجتماع هام آخر عقد للجنة الوزارية العربية السداسية في عمان. وبالتالي اجتماع اليوم سوف يناقش تداعيات هذا أو نتائج هذين الاجتماعين الماضيين والخطوات التي تم الاتفاق عليها، وسوف يتم مناقشة خطوات أخرى مستقبلية ربما تطلع بها الدول العربية للتأكيد مرة أخرى على أن القدس هي أحد قضايا الحل النهائي، على رفض القرار الأمريكي الخاص بالقدس، وعلى ضرورة الحفاظ على المرجعيات الخاصة بالحل النهائي للقضية الفلسطينية باعتبارها أحد أو الحقوق المشروعة للشعب. وصفت الحكومة السورية العملية التركية في منطقة عفرين بأنها عدوان صارخ واحتلال، وسيتم التعامل معه على هذا الأساس. هذا وتواصل المدفعية التركية لليوم 13 على التوالي قصفها لمواقع المسلحين الأكراد في عفرين، مع تقدم القوات البرية على الأرض مدعومة بفصائل من المعارضة السورية. من جهة أخرى، أعلن بيان للجيش التركي أن طائراته قصفت 19 هدفا لحزب العمال الكردستاني شمال العراق الاثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل 49 مسلحة. وأوضح البيان أن الضربتين الجويتين استهدفتا عدة مناطق، ما نتج عنه تدمير ملاجئ ومخازن أسلحة لحزب العمال الذي يعتقد أنه كان يعد لهجوم على مواقع حدودية تركية. قالت الإدارة الأمريكية أن الحكومة السورية ربما تكون تطور أسلحة كيميائية جديدة أكثر خطورة. وأضاف مسؤولون في إدارة ترامب أن واشنطن ستتخذ إجراء عسكريا لمنع دمشق من استخدام هذه الأسلحة، موضحين أن سمات الهجمات الأخيرة تشير إلى أن سوريا تنتج أسلحة كيميائية على الرغم من اتفاق عام 2013 لتدمير برنامجها. وصل وفد إماراتي سعودي رفيع المستوى إلى عدن باليمن لدعم قرار وقف إطلاق النار. وفي بيان له، أكد التحالف العربي في اليمن عودة الاستقرار إلى عدن عقب الاشتباكات التي جرت بين الانفصاليين والجيش اليمني أسفرت عن عدد من القتلى والمصابين. تل الداخلي في اليمن، زار وفد سعودي إماراتي رفيع المستوى عدن بعد معارك دامية شهدتها المدينة الجنوبية وأسفرت عن وقوع قتلى ومصابين. زيارة الوفد السعودي الإماراتي جاءت لدعم وقف إطلاق النار والتركيز على دعم جبهات القتال لتخليص اليمن من ميليشيات الحوثي ونبذ الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد. الوضع الآن في عدن مستقر، كافة الأطراف التزمت التزام تام بالبيان الصادر من قيادة التحالف. هدفنا اليوم هو ضمان أمن واستقرار اليمن وتجنب كافة أشكال الفوضى وحل كل الخلافات بين الفرقاء من أبناء الشعب اليمني،
والحفاظ على كيان الدولة اليمنية. التحالف العربي أصدر بيانا عقب الزيارة للتأكيد على أن هدف المملكة العربية السعودية والإمارات إحلال الأمن والاستقرار باليمن، وشدد على أن البلدان ليس لديهما أي أطماع هناك. المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة جنبا إلى جنب يقفون إلى جانب الشعب اليمني ويقودون جهود المصالحة بين كافة الأطراف اليمنية. مبادرة التحالف العربي كان هدفها إعادة الوضع إلى ما كانت عليه عدن قبل اندلاع الاشتباكات بين الانفصاليين والجيش اليمني، حيث تمثل عدن العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية منذ سيطرة ميليشيات الحوثي على صنعاء في سبتمبر عام 2014. الاقتتال الداخلي زاد من آلام أفقر دولة في الشرق الأوسط بحسب بيان لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة، فوجد التحالف أن إنهاء الانقسام في عدن ضربا لتخفيف تلك الآلام، وأكد التحالف من خلال وفده أن مستقبل اليمن وبناءه يجب أن يكون هدفا للجميع من خلال تغليب المصلحة الوطنية التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار، مشددا على أن هدف اليمنيين يجب أن ينصب على دحر ميليشيات الحوثي لإعادة الإعمار. هذه عودة لشأن المحلي، حيث نفت وزارة البترول ما تردد عن تحريك وزيادة أسعار المنتجات البترولية، موضحة أن ما يتردد عبر بعض المواقع الإلكترونية هو محض شائعات وتهيب بالمواطنين تحري الدقة. كما أكدت الوزارة في بيان صحفي على توافر المنتجات البترولية المتنوعة بكافة منافذ التسويق وفق الأسعار المعمول بها في السوق حالياً. نهاية هذا اللقاء إلى أهم عناوينه. رئيس الوزراء يوجه باستمرار التنسيق مع البرلمان وتحقيق التواصل الفاعل مع نوابه. وزراء الخارجية العرب يتبنون مشروع قرار فلسطيني بشأن القدس ويؤكدون على دعم المجتمع الدولي للقضية. دمشق تصف التدخل التركي في عفرين بالاحتلال وتؤكد أنه سيتم التعامل معه على هذا الأساس. تذكروا أننا دائما متواصلون على أونلاين.